أعزائي متابعي ومشاهدي قناة الكرام، السلام عليكم أينما تكونوا. أنا اليوم أخذكم زيارة إلى أحد محلات بيع مستلزمات الخاصة الأكل المواد للحيوانات. شوفون المحل كل شيء متوفر به، مواد حلوة Good morning. How are you doing today? All right, thanks. هنا القطط. كثير من الأكل والمواد موجود، ستور كبير، كل شيء متوفر به. هاي كلها لعب الحيوانات. هذا أكل الكلاب بالجانبين، أشكال أنواع الغذاء مالهم. هنا يهتمون بالحيوانات، يهتمون بغذائها، يهتمون بنظافتها، بحالتها النفسية. أشكال أنواع الأكل موجودة. هاي هنا القطط، فراشات مالتهم. كم شرة افترينا بس للكلاب من أكل.
يعني غراض الموجودة هنا أنا ما يمكن عدها أو ما عرفت ما موجود. هذا السنجاب موجود على فستق عبيد لأنه يعجبه دائما العالم تخلي له بالحديقة يجي يأكل. هذا فستق عبيد منظف، هاي الطيور تجي تأكلها هم، كياس كبار كل شي بيها. أعزائي المتابعين، هاي الأنواع مع الأكل الإطعام اليدوي للأفراخ. فما أدري شكو عندكم من أنواع، هذا حدود 30 دولار. أكو أنواع أخرى كثير يسألوني يا نوعية نستعمل أو شي، صراحة أنا ما أعرف شكو عندكم بالأسواق. هاي الموجودة هي الأكل كلها. أتمنى أخذتوا اسمها أو تقدرون تدورون عليها بقية المحلات. أعزائي، هاي جولة قصيرة بأحد محلات بيع مواد أكل وغراض الطيور. كلها أغراض الأقفاص. يوجد أنواع الأكل والشغلات واللعب خاصة للببغاوات موجودة. هذا القفص سعره 423 دولار. هاي بورشات المساند اللي يوقف عليها الببغاوات أو بقية الطيور، هذا سعره 13 دولار. هذا الأخ مال الأكل مالهم. هذا أكل هنا للطيور. الكناريات وبقية الأكل.
كثير من الملاعب الموجودة هذا 200 وتقريبا 58 دولار. هذا 281. تعذروني ما اقدر احجي حيل لانه عالم موجودة. هاي هذا مال الريش يسبحوا يعني بالسبري يرشوا عليهم تطويل الريش. هذا اصغر من عنده. هنا انواع السرنجات الاطعام الافراخ. هاي بعض الادوية. هذا عظم الحبار هنا أنا. فيتامينات ايضا. فيتامينات هناك. هاي حمامات مال السبح مالتهم. هاي الاقفاص. أكثر أكل بهذا القسم بس خاص للطيور. سعره 15 دولار و 64 سنت. Hey Sam, are you guys getting a sunseed order in anytime soon? هذا حجر مكسر كالسيوم. She likes to get it from Bradley because it's so cheap.
Okay. Last week our shelves were bare, like hanging out right here last week. She couldn't get a lot of those small bags. She finally got it at the end of the week. I remember they didn't have that. I was just getting the milk and I was thinking there was no Lori pellets. Oh. Because normally they're like great, right, but yeah, they're over there. I'm like, oh, thank God. We can't have our Popeye doing this out. Oh, yeah. هنا أكل الطيور البرية العالم تأخذ وتخلي لهم إياها بالحديقة يجون يأكلوها بالصيف وبالشتاء. أشكال أنواع الأكل الطيور الدواجن. هذا هو الدود القبابي المجفف، هذا $6.50 تشيس صغير، واكو اكياس كبار هناك. عباد الشمس أو دوار الشمس الكور ختام هذا المقطع. أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، أتمنى للجميع الموفقية والصحة والسلامة، وأرجو أن تكونون تمتعتوا بهذا المقطع عن زيارة لأحد محلات بيع منتجات للحيوانات. بالختام أشكركم مشاركتكم القناة وتفعيلكم الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وأقولكم إلى لقاء في مقاطع أخرى إن شاء الله.